ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جبت السبلايز بتاع بنتي، هي داخلة ان شاء الله كي جي وان. حبيت ان انا اصور لكم الحاجات واعرفكم هي ايه والحاجات المطلوبة. يعني اول حاجة كده هنا معانا صلصال، وده اللاصق ده اللي هو بتاع السبورة، وده اسمه فازلين، ده اسمه فازلين، ده متر منه، وده اسمه قماش جوخ. وفي هنا بلالين. هي بصراحة الطلبات كتيرة، بس ايه، حبيت ان انا اوريكم. دي الهام سبورة، وده بريت، وده شمع بتاع مسدس الشمع، ودي الوان شمع، ودي الوان عادية، الوان خشب، وده بقر ستان، ودي كمان بقر ستان، ودي سبورة، سبورة صغيرة دي سبورة، وده قلم سبورة برضو، وده طبعا طوق عشان الاطفال واللعب وكده. وفي هنا برضو دي لوحة تقريبا، دي اللي هو الورق الكانسون. وفي هنا الفوم، الفوم العادي والفوم اللي هو بالبرونز. لو حابين اعرفكم اسعار الحاجات، في دي مقلمة، وطبعا اساتيك وبريات، وفي اقلام رصاص وديتول وصابون وحاجات، بس ما صورتهاش، يعني صورت لكم الحاجات اللي هما يستعملوها في الكلاس اكتر. دي كده شكلها، ده كان ليه اسم كده بس مش فاكرة، بس بتاع الصيدلية بتاع المكتبة يعني بيقول ان هو البان سبورة، يعني زي بيلزق في السبورة. وده الصلصال مع الاشكال، ده الصلصال ده ب25 جنيه، ورق الفازلين ده ب28، ده ب35، اللوح دي برضو ده كان بحاجة و30، ودول ده 28 وده 32. والطوق ده انا ركبته، استنى هوريكم العلبة بتاعته. هو ده الشكل بتاع علبة الطوق، ده كان ب105 الطوق ده، والسبورة دي ب25 جنيه، بس في السبورة دي ب70، دي سبورة مغناطيس. المقلمة دي ب70 جنيه، الالوان دي ب30 جنيه، البريت ده الواحد ب تقريبا ب10 او ب10، والشمعة دي ب6، لام السبورة في ب10 وفي ب17، والمقلمة دي كانت ب25، والألوان دي ب14 مكتوب عليها، والبلالين كان الواحدة ب2 جنيه، ده كان ب55 جنيه. البقر الستان ده الواحدة ب8 جنيه، والأساتيك دي والبراية، الأساتيك الواحدة ب5 والبراية كانت ب7 جنيه. دي الحاجات كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وكل سنة وانتم طيبين واولادكم طيبين، يا رب تكون سنة سعيدة عليهم. لو حابين تسألوا عن اي حاجة في الكومنتات اكتبولي وانا هرد عليكم. بس كده، مع السلامة.